ثبت أوتاد الخيمة، ثبت أوتاد الخيمة. دي أجمل نظرية بتتكلم عن التخلص من عادة سيئة أنا بحبهاش أو اكتساب عادة جديدة أنا عايز أكتسبها. أنا رامي خليل وأنت بتشوف قناة معلومة لعقلك، خليك معايا للنهاية عشان تاخد معلومة مفيدة. أنا لما بعمل فعل معين ده اسمه السلوك، عملت سلوك، مشيت، ذاكرت، شربت، صليت، لعبت رياضة، عملت سلوك. طيب لو السلوك ده أنا عملته يوم واتنين وتلاتة وأسبوع وشهر وسنة، خلاص بقى بالنسبة لي عادة، بقيت بعمل السلوك، بقى اتحول السلوك ده لعادة في حياتي، بقيت متعود أعمل الحاجة دي، سواء سلوك حسن أو سلوك سيء بقى بالنسبة لي عادة. طيب لو العادة دي أنا فضلت أعملها سنة واتنين وتلاتة وطول عمري، أصبحت العادة دي الطبع فيا، خلاص مش هيتغير، بقى طبع، بقى في سلوك، بقى عندي دلوقتي سلوك وعادة وطبع. طيب لو السلوك حسن وكويس وممتاز، خلاص سلوك وبقت عادة حلوة، تمام. طيب لو السلوك مش عاجبني والسلوك مش كويس، لو لقيت حد بيعمل سلوك مش كويس، اتعامل معاه ازاي؟ اتعامل معاه بحسن الطلب، اقول للشخص ده لو سمحت ما تعملش السلوك ده، يبقى بحسن الطلب. طيب ولو واحد صاحبي مثلا بيعمل عادة سيئة مش عجباني، ماشي، يغيرها ازاي؟ او انا عندي عادة مش كويسة وعايز اغيرها، او عايز اكتسب عادة، اتعامل مع العادة ازاي؟ اتعامل مع العادة بحسن التخطيط والرؤية والاصرار والعزيمة، خلاص. طيب انما الطيب والطبع، اتعامل مع الطبع ازاي؟ الطبع لا، الطبع ما بتغيرش، الطبع عامل زي الطباعة، الطباعة ما ينفعش امسحها من الورقة، خلاص الطبع طبع بني ادم كده، خلاص بقى دي الطبع، امال اعمل فيه ايه بقى؟ اتعامل مع الطبع، قدرت اغيره او اغير فيه اي حاجة صغيرة او قدرت اعمل اي حاجة معاه، خير وبركة، ما قدرتش خلاص، ده طبع الانسان. طيب مثال، لو انا رايح مشوار وراكب مواصلة وجنبي واحد وعمال يشرب في عصير، وبعد ما خلص العصير قام هوب منزل الازاز ودب، قام رايح رامي العصير، فانا اتعامل مع الشخص ده ازاي؟ اروح له اقول له لو سمحت يا اخي، اللي شفت المدينه نظيفه ازاي او البلد نظيفه ازاي وعمال نظافه بيتعبهم، فممكن بس تخلي ازازه العصير دي معاك، ولما تنزل من العربيه يبقى حطها في الباسكت. لما يسمعني كده بقول له بحسن الطلب كده وباسلوب كويس واسلوب مهذب، اكيد هيقول لي خلاص حاضر، انا ما عدتش هعمل كده تاني، خلاص ما عدتش هعمل كده تاني. طيب ده تغيير السلوك. طيب بالنسبة للعادة، هنا بقى نيجي لنظرية الأوتاد الثلاثة، اللي هو ثبت أوتاد الخيمة. إزاي؟ دلوقتي أنا لو أنا بعمل خيمة في الصحراء، طالع تخييم أو طالع سفاري أو بعمل خيمة في الصحراء، بعمل إيه؟ بنحط عمود في نص الخيمة وأطراف الخيمة من تحت كده بندق أوتاد علشان الأوتاد دي تثبت الخيمة، ما تجيش اي رياح شديده تقوم وما تجيش اي رياح شديده وتغير الخيمه من مكانها. طيب ده بالظبط اللي انا هعمله مع العاده. هعمل ايه؟ اثبت اول وتد هيكون اسمه المكان، وتاني وتد الزمان، وتالت وتد الجهد او العمل اللي انا هعمله، مقدار العمل اللي انا هعمله. ازاي؟ نضرب برضو مثال، لو انا عايز اكتسب بقى عاده جديده كويسه، عايز اقرا مثلا، عايز مثلا لو انا عايز اكسب مثلا عاده جديده وعايز اقرا قران مثلا، خلاص كل يوم وتبقى عاده في حياتي، اعمل ايه؟ اثبت مكان، المكان ده ممكن يكون مثلا الصالون، خلاص. طيب الزمان، قبل ما اروح لاوضه النوم، قبل ما انام هقعد في الصالون بس ايه شويه، خلاص. يبقى تاني اثبت المكان اللي هو مثلا الصالون، تاني الزمان اثبت اللي هو مثلا ايه وقت اللي هو قبل النوم، ثالث وتد اللي هو الجهد، اثبت العمل اللي انا اعمله يكون
قليل في البداية، يكون وليكن مثلا هقرأ صفحتين أو صفحة وش وظهر من المصحف، وبعد كده أما تبقى عادة في حياتي واستمر على كده واستمر على كده يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وشهر وشهرين، وأصبحت عادة في حياتي، بعد كده ممكن أزود الجهد بتاعي. خلاص ممكن أزود الجهد. طيب لو أنا عايز أتخلص من عادة سيئة في حياتي أنا بعملها، مثلا لو أنا بشرب سجاير وعايز أتخلص من العادة دي، برضو أثبت الثلاث أوتاد. أول وتد أقول مثلا لنفسي أنا مش هشرب سجاير إلا فوق السطوح، أطلع فوق السطح أشرب سجاير. طيب تاني وتد الزمان، أنا هشرب سجاير إمتى؟ أنا هشرب سجاير بعد الغداء والعشاء. خلاص أكون برضو أكون عندي عزيمة وإصرار بعد الغداء والعشاء. طيب الجهد، أنا هشرب بس سيجارتين. خلاص هشرب سيجارتين بعد الغداء وبعد العشاء واستمر على كده، هتبقى عادة برضو يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وشهر، بعد كده ممكن إيه أنا اللي هكون متحكم في العادة دي. أما أتحكم في العادة دي وأحس إن أنا مسيطر عليها، وزي ما بيقولوا كده كعبي عالي عليها، كعبي عالي على العادة دي، أقدر بعد كده إيه أتحكم في موضوع الجهد، في مقدار العادة اللي أنا عايز أعملها، في مقدار العمل اللي أنا عايز أعمله. ممكن أزود قراءة قرآن، ممكن أقلل تبقى سجارة واحدة، ممكن بعد كده ما أشربش واتخلص من العاده دي. خلاص يبقى انا السلوك انا بتعامل معاه بحسن الطلب، العاده بتعامل معاها بحسن التخطيط والاداره، بحسن التخطيط والاداره والرؤيه الكويسه والعزيمه والاصرار. احط لنفسي خطه كده. طيب الطابع اتعامل معاه ازاي؟ الطابع ده اتعامل بس معاه، ما اقدرش اغيره لانه طابع في البني ادم ما بتغيرش. خلاص ده كان موضوعنا النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكلام ده، وان شاء الله نقدر نكسب عادات حلوه في حياتنا ونتخلص من عادات وحشه احنا مش عايزينها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.